الأستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا أستاذ هاني. مساء الخير أستاذ رميس، ومساء الخير للسادة المشاهدين. 18.90 قرش، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لو حضرتك تتذكري احنا كنا يمكن اتكلمنا من حوالي شهر وقلنا ان الدولار هيتراوح خلال الفترة المقبلة ما بين 5% فوق و 5% تحت، يعني صح. معدل تذبذب 5%، فكان 5% فوق كنا بنتكلم على تقريبا 19.5 في هذا الرينج يعني. فاعتقد بالضغوط الحاليه الدولار ممكن يستمر في الهبوط، ولكن هيبقى زي ما احنا بنسميه في علم الاقتصاد هبوط اوردرلي او هبوط منظم، وليس ضربات مفاجئه. مثلا الناس مش هتصحى مثلا بعد العيد تلاقيه مثلا نزل 10% او 15%، لا اعتقد ذلك تماما. فبنتكلم ان احنا يمكن نوصل خلال الشهر او الشهرين الجايين 19.5 زي ما احنا كنا بنتكلم، ولكن احب ان انا اقول في حاجه بتحصل حاليا قد يكون بعض الناس مش واخدين بالهم منها، وده توقعي وده مشاهداتي حتى على البورصات العالميه اليوم، ان سعر البترول النهارده نزل 10% النهارده فقط. احنا بنتكلم على دلوقتي البترول بيتراوح من حوالي 100 دولار البرميل، امبارح كان 110، فالحمد لله ده خبر سعيد جدا. القمح في البورصات العالميه في امريكا نازل حوالي 5%، اعتقد يا رب تكون دي اخبار تطمن الناس شويه ان الضغوط اللي بتحصل على الدولار في مصر قد تبتدي انها تتلاشى. والاهم من كده يا مدام لميس برضو ان هناك علامات ان في تباطؤ اقتصادي حاد في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا، في ناس بتسميه ركود، في ناس بتسميه يعني ركود حاد، ايا كان اللي هيحصل. ولكن ده معناه ايه بالنسبه لمصر؟ معناه ان امريكا في الاغلب مش هتستمر في رفع الفايده بالمعدلات اللي هي كانت بتعلن عنها، فده هيقلل من الضغوط ان البنك المركزي في مصر يرفع الفايده بنفس الكم يعني. فاعتقد ان الضغوط اللي احنا شايفينها او شفناها خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا، سواء في ضغوط سعريه اسعار سلع او ضغوط في رفع سعر فايده، هتوصل لذروتها قد يكون هذا الشهر او الشهر القادم. ده نمره واحد. ولو حضرتك تسمحي لي استمر بس في حاجه بسيطه جدا. اتفضل. اعتقد ان شاء الله بعد العيد برضه، اعتقد مش عارف بالنسبه لبعض الناس ده هيبقى خبر كويس، بالنسبه لبعض الناس خبر مش كويس قوي، ولكن انا في رؤيتي ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام، واعتقد احنا هنبتدي نشوف اجراءات، طبعا اجراءات ممكن تضر شويه او هترفع الاسعار بصوره مؤقته، ولكن هتحل لنا مشكله كبيره.